السلام عليكم. لأول مرة ندير تقرير عن المستشفى الجامعي الجديد ذات 240 سرير لقيد الإنشاء بولاية بسكرة، بالضبط في مدينة بسكرة. إذن في هذا التقرير نعطيكم فكرة أو نظرة عن مستوى الأشغال نتاع المستشفى الجديد الجامعي اللي راه قيد الإنشاء بمدينة بسكرة. إذن نثمن هذه الخطوات في اتجاه استكمال البرنامج الوطني للمستشفيات الجامعية اللي الآن راح يتقريب كل ولايات انطلقت فيها الأشغال نتاع هذه المستشفيات الجامعية ذات 240 سرير ولا. إذن نخليكم تابعوا الفيديو والسلام عليكم. ولا صورت نديرها من هنا، ديرها الفوقة كاع كيما راهم قاريها. ايه داكور داكور، ديرها زوج دو فواتير، ومن بعد نشوفو ان شاء الله نلقاو لومبوتياج بزاف نزيدو زوج دو فواتير. D'accord.